امي دائما تضحك علي تقول اتمنى يوم من الايام رها تطالع في احد زي ما تطالع في جبل. انا رها محرك من السعوديه من جده وانغرمت بشيء غريب وهي جبال. طول عمري من وقت ما فتحت عيوني وانا احب المغامره، فالموضوع ما بدا، الموضوع انولد فيا من كم سنه. وصلت عمر كل الناس كانوا متوقعين اني امشي ورا الدرب المعتاد، خلاص وصلت هذا العمر لازم خلاص ترجعي وتروقي وتلاقي ولد الحلال وكذا. بس ديك اللحظه في حياتي كان عندي شيء داخلي بيقول لي لسه قصتي ما بدات، وما كنت عارفه ايش بالضبط هذا الشيء. الين ما يوم من الايام سمعت واحده تقول، ما كنت اعرفها، كنا قاعدين جروب، هي حتتسلق اعلى قمه في افريقيا. وبديك اللحظه في حياتي انا كنت بدور على شيء جديد، ما كان عندي اي مؤهلات اني انا بتسلق جبل. كنت في الامارات وابوي كان في السعوديه، كلمته اول ما قلت له هاي بابا، بابا يعرفني، ايش في، ايش سويتي؟ ولا شيء، الحمد لله كله تمام. بس تعرف ايش، انا دحين قررت بتسلق اعلى قمه في افريقيا ومقاس الجبل 5000 مدري كم متر. قعدت ابربل كل الانفورميشن اللي لقيته على ويكيبيديا لاني كنت خايفه اسكت، اني كنت خايفه اسمع جوابه. بس وقفت اخذ نفس قلت لا، وهذه لا قد ما كانت هاديه قد ما طنت في راسي. وما انسى كان رمضان، قعدت اكتب ايميل للفجر قلت له انت اللي حطيت في قلبي وفي عقلي اني انا اقدر اسوي المستحيل، ليش بتقولي لا دحين؟ كثير ناس يسالوني ايش مواقف كانت تخوف في حياتك، اصبعي على السن بطل من اكثر مواقف كنت خايفه في حياتي. فلين اول مره احط رجولي واقول هذا الشيء اللي ابغاه. في الاخر بعت لي one sentence قال لي انت مجنونه احبك روحي. وهنا بدات قصتي لما وصلت على اعلى قمه كليمنجارو. كنت هايبوثيرميك، كنت تقريبا عمياء لانه كان عندي سنو بلايندنس مع البرد. كنت في حاله بدنيه سيئه بس في حياتي ما كنت عايشه قد كنت عايشه ذيك اللحظه، وصار ادمان. بعد كليمنجارو انعزمت اكون مع اول 10 سعوديات يروحوا على الايفرست بيس كامب مع الاميره ريما. رحت على نيبال لاول مره، ونيبال بلد رائعه، وقلت اوكي هذا اخر مره حسوي شيء زي كذا. الين ما شفت ايفرست بعيوني وكنت عارفه مقتنعه اقتناع تام اني انا حتسلق الجبل. ورجعت خلاص انا حطيت الفكره في راسي وما قلت لاهلي، عملت التاكتيك حق شويه شويه. طيب ابى اتسلق جبل صغير في اوروبا، ابى اتسلق جبل صغير في مكسيك. في خلال سنه عملت 8 جبال من ضمنهم اعلى قمه في افريقيا، اعلى قمه في امريكا الجنوبيه، اعلى قمه في القطب الجنوبي، اعلى قمه في اوروبا. وصلت في اخر ديدلاين حق ايفرست. ايفرست جبل غير جبال التنين، لازم تعمل ابلكيشن، ما حياخذوا اي احد. وفعلا رجعت بدات اسوي الابلكيشن عشان يقبلوني، كان لازم اسوي تيست ماونتن في خلال اظن شهرين. فقلت انا اوكي ام نوت ريدي، كنسلت الموضوع وقلت خلاص. بعدها بكم يوم بابا جاني قال لي انا كلمت الشركه رايحه في فبراير، راح تروحي فبراير في ارجنتينا، راح تروحي في مارش على ايفرست، وانا اي سايند اب وانا بعت ديبوزيت. لمعظم الناس لما تقول لهم ايفرست يتخيلوا صورة ايفرست، هذه الصورة اللي كل احد يشوفها، تعرف الزرقاء مع السماء وكذا. ايفرست بالنسبة لي انا كانت لحظات مع الموت، كانت لحظات سعيدة بالضبط بعدها كانت لحظات تعيسة. هذا بالنسبة لي ايفرست. اول ما تطلع على ارتفاع عالي جسمك يكون تحت ضغط لانه انت ما بتاخذ اكسجين كفايه، فالجسم يقول او لازم ازود. تقوم ننام فوق، لما تيجي تنزل تحت تانية في ارتفاع اوطى مع اكسجين اعلى تنام احسن لانه عندك كريات دم حمراء. وكسون هذا الموال شهرين تطلع تنزل تتسلق ايفرست تقريبا 10 مرات. لما تطلع على كامب 4 زي ما يقولوا احنا جاهزين، بس يجينا خبر على الراديو انه الجو كويس فوق نطلع. على حظنا احنا ليلتها نفس الليله وبديت اتسلق، ولما حديت شويه استوعبت انا
رحت على أعلى قمة في العالم، وبدأ شوية الخوف وبطني تقلب وكنت مرتبكة. فجأة صار القمر يطلع وكان كني ولي فيه، كانه أحد معاي. بس أول ما وصلت على آخر هضبة وطلعتها وشفت القمة وكان عشرة تقريبا 10 خطوات، ما كنت بصدق، ما كنت في عالم آخر من السعادة، وكنت خايفة في نفس الوقت، كان إحساس غريب. وأول ما وصلت رحت على أعلى حتة، كنت طلعت عالم قاعد أحاول أمسك العالم وأتصور فيه، وكنت كل الأحاسيس وكل المشاعر. ديك اللحظة حسيت نفسي كبيرة، حسيت نفسي قد الرملة في نفس اللحظة، حسيت نفسي إني قدرت أوصل هنا بإرادتي ورضا ربي وأهلي فيا، وفي نفس الوقت حسيت نفسي كأني مع الهوى حطير. والرغم على ده كله ما كانت أحلى لحظة بالنسبة لي. أحلى لحظة لما وصلت على السعودية ودخلت المطار وانفتح باب المطار وأبوي كان واقف، كان وجهه نور من كتر ما كان مفتخر. إيش أقدر أطلب من أكثر من كذا؟ إني قدرت أوصل على أعلى قمة في العالم، قدرت أعيش حلمي، رفعت راية لا إله إلا الله على أعلى قمة في العالم كسعودية، بعدين أبوي يأخذني المطار في حالي.